النهارده بس، وقبل ما نبدا الاخبار عايزين نقول للمهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره الاهلي سلامات، الف سلامه. النهارده بيعلن عن اصابته بفيروس كورونا، ربنا يشفيه يا رب ويقومه بالسلامه. النهارده المهندس خالد مرتجي اعلن الاصابه دي على صفحته على تويتر، وقال الحمد لله على كل شيء، تحليل كورونا ايجابي، انا بخير، اسالكم الدعاء. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفنا، انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. طبعا الف سلامه على مهندس خالد، وان شاء الله ربنا يقومه بالسلامه. ان شاء الله الف سلامه. طبعا المهندس خالد مرتجي من القامات الكبيره في النادي الاهلي، مش بس هو موجود كمان في مجلس اداره النادي الاهلي، وبيقوم مع زملائه بمجهود رائع على جميع المستويات، وخاصه على ملف الخارجي، الملف الدولي، لكن كمان على المستوى. انا طبعا المهندس خالد صديق شخصي، بقول له ألف سلامة عليك يا باشمهندس، وإن شاء الله تقوم بألف سلامة، وكلنا طبعا بندعي له، لأنه من الشخصيات المحبوبة جدا على المستوى المهني، على المستوى الشخصي. المهندس خالد من الشخصيات المهمة والمؤثرة كمان في مجلس إدارة النادي الأهلي، ومن الناس يا سام اللي بتشتغل، إذا كان موجود في مجلس إدارة النادي أو خارج طبعا من، مش عايز أتكلم كمان، من عيلة كبيرة جدا من محبي النادي الأهلي وقامات النادي الأهلي. فألف سلامة عليك يا باشمهندس خالد.